اسعد الله مسانا ومساكم بكل خير، واسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. يا رب. في غزوه احد قتل من الصحابه رضي الله عنهم عدد كبير، فيوم شافوا الهزيمه قالوا كيف نهزم ونحن مؤمنون ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم معنا؟ فذكرهم الله عز وجل بامرين: الاول انكم يا مؤمنين في غزوه بدر اللي كانت قبل احد قتلتم واسرتم من المشركين ضعف قتلاكم في احد، والأمر الثاني اللي ذكرهم الله عز وجل فيه إن هذه المصيبة نزلت عليكم بسببكم، لأنهم عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة تعرفونها أكيد أنتم. جاء خالد بن الوليد من وراء. رسالتي لك يا حبيبي في وقت البلاء، تذكر كم من النعم اللي جات قبل البلاء هذا، تلقى نعم لا تعد ولا تحصى. لا تركز في البلاء هذا اللي فيه الآن أنت وتنسى كل النعم. جو ضيوف، قلت خلني بطلع واكمل لكم برا. تذكر المعاصي، فتش في حالك انت مقصر في ايش بالضبط. يقول علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. فتش في حالك. اذن خلونا نروح نفطر، اسال الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. بالله اللي شفته الرجل دولة اللي عزم احمد اخوي، انا جاي اثنين من اخوي ونعم ونعم ما عليك زود، لكن انت والله ما انت عداك، لكن تعرف الربع اللي في استراحه ولا انت صلى على النبي. اجي افطر عمرك وابل وانا من دش. انت ايش فيك؟ ايش فيك مستعجل؟ انت فيك قصدي زعلان؟ زعلان مني في الدنيا ومن الدنيا ومن الفطور. ها شو الفطور يا ولد؟ حاجه حاله وبركان، تعال عندنا بكره وبركان، تعال عندنا طايره وبركان، تعال وبركان الفطور ما في ازو فطور. امسر بالحق يا مرحبا بركان، يا هلا يا مرحبا. انت بتعز من ريجي املك عاد انك 2 3 ليه يا مرحبا؟ ريجي طعم بوزعين عند ريجي، عند ريجي هني يا مرحبا. جيب اي كمل. اي لا بعد راس، اسمع يا حصان. ها حصان اجل، ها عليك راح. يلا اول شيء العزم، اللي عازم امه، العزم من هو؟ العزم اللي عازم امه. من هاي بيت؟ من يا اخي؟ بيت امي. بيت امك ورا معلمتني عزمك؟ ما تسوي مسوي بيت امي انا شيء؟ انا ما تسلي علي، لو انا ما تسلي علي، لو نبيكم مسوي فطور حلو عيال وعلمتي. جيت رفست الباب ودخلت. ايه صرت انك تفطر. انا هاتكم عندنا، راح تفطر على البيت. افطر مع الناس انا. صح يا رجل، افطر مع الناس. بيت من هو؟ بيت عمتي. بيت خالي. ايه ارجي وادخل وخلاص. انت السلام عليكم. سلام يضل. يلا هنوا هنوا هنوا. ايه ها وش المشكله في الامور الجايه؟ تبين تبين انت منك تبين تبين طعم انت الحين منك جاي مش تطعك. ها ليش العزم الحين من وين؟ العزم جاي شرع عليه دور الشرع. ايه الله يسلمك. ايه وعبد الحين مو عشان خالك ابن اخيك. ها ابن اخيك خالك. يلا حلو رجل طعمك. إذا جات طائرة دقوا علي. ها. وإذا جات طعمك مسابقات دقوا علي. عشان محتوى، عشان يطلع محتوى قوي. إيه. بوجودي. إيه. شفت؟ وإذا طعمك بقوا كميات علمتكم. إيه. وكل شيء الحين طعمك عزيمة. في ربعه وخوياه يكبني خليني. لا يعلمني لا هو ولا خاله. ما اسمك. حتى أحد. والله. تبى الحق؟ والله إنه مخطب. اي والله انه مخطئ. الا والله انه مخطئ. والله انه مخطئ. الا والله مخطئ. لكن امشي بالحق وما يلحق. لا 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 وش الحق؟ امشي بالحق ما يلحق. تطير. شو يقول؟ امشي بالحق ما يلحق. انا والله ما ادور حقوق يا ديما. ها انا والله ما ادور. انا بس لي شرهت على اوجه طيب. انت اجوتك يا مرحبا يا متى بالشهراني وعلي القحطاني. هلا هلا ومرحبا يا مرحبا. هلا بخالي. هلا هلا بركان. فيك هادي الحين؟ هاي دكتورنا. هلا هلا ابو شعوف. هلا يا ماجد يا مرحبا. فحان ابن اخي نايف. هلا كنت منو؟ ابن اخي نايف. طيب عيال سؤال، انا صليت فيكم قبل شوي، جمعنا هنا وانا الامام وتذكرت في نص الصلاه لا ايوه اني ما توضيت. يا سلام عليك خالي، طبعا برا الكواليس زين اني ما توضيت. وش اسوي وقتها؟ هل يجوز تكمل صلاه؟ وش اسوي وقتها؟ وش المفروض يصير؟ تقبل صلاتنا؟ اللي اعرفه ان انت تنسحب واللي وراك على طول. خلاص انت نص الصلاه يعني. ها اي انا في صلاه. نص الصلاه. اي وبعدين من يصير بدالي؟ اقرب واحد. اقرب واحد. تكمل صلاتك. لا 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 تكمل صلاتك وبعدين انت تعيد واحنا تقبل صلاتك. والمصلين اللي وراي تقبل صلاتهم. تقبل صلاتهم. ها ابو نواف. سم. وش يصير؟ وش اسوي؟ وشو تسحب
اي وش دراه طيب اني انا ساحب نفسي وش دراه المصلين وراء يعني ما في يعني ما هو بامام يعني اكيد يعني ما في بلا ها يعني انت تصلي فيهم الحين وتعب نفسك طلعت اكيد يمكن فيك بلا واحد لا بس المصلين اللي يمكن خليني بقول لك شيء بعضهم يمكن ما يعرف وما ادري ايش السالفه يمكن يقطع صلاته على طول ما توقع مصلي كلهم يطلعون لا واحد اكيد واحد بس يدورك ويتقدم بيت الانفين هاي رجال في بلا في بلا يلا مروبه ولا طعمك شو تقول يا ابو رجاء؟ والله اشوف ان انت تسحب نفسك نفس ما قلت تسحب نفسك انت واقرب واحد يروح على طول. طيب يمكن ثلاثة يطلعوا وراه ما تدري انت من اللي يطلع؟ واحد يروح اثنين اكيد بيوقفون. يعني والله لخبطة صدق. تخيل نصلي فجأة الإمام مو موجود. اي. ايش صار؟ واضح. أنا أقول أنك تكمل صلاتك وتسلم وتعيد صلاتك أنت لحالك. لأن احنا اللي ورا كلنا متوضين. فيصل. ذنبك على جنب. يعيدون الصلاة. لا. دقيقة ايش؟ حتى اللي معاه يعيدون الصلاة. حتى لو مصلين ورا يعيدون صلاة. انا كنت ما قطعت لانك ساحب وجاء واحد مو مصلي. روح ليش درون؟ هذا اتوقعها كذا. درون طيب. احنا ما ندري، احنا ما ندري ليش سلمت انت؟ احنا ما ندري عن شيء، ليش سلمت؟ تمام الصلاة. شفت لو انه في امام ومؤذن في المسجد كان دخل المؤذن ورا الامام على طول اللي انا اتوقعه. اما اذا كان امام الحالة وبدون مؤذن ولا شيء ما حد. لا معلش. ها؟ لا كلام الربع صحيح. من الربع؟ ابو عمر مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. فطوركم اليوم حلو كان. هسه طال عمرك. احنا قاعد نتناقش في موضوع انا صليت المغرب في نص الصلاه تذكرت اني ماني متوضي. ولا قطعت الصلاه انا كملت الصلاه وبعد الصلاه قلت لهم تراني انا تذكرت اني ماني متوضي. وش يصير وقتها؟ وش الحل؟ لو انك ما خبرتهم كانت صلاتهم صحيحه، لكن دام خبرتهم الله يعينهم كلهم يعيدونها. بعد صلاة خبرتهم انا ويعيدونها من جديد؟ لانهم عرفوا. الدين يسر يا ابو عمر. بعد الصلاة؟ بعد الصلاة هذه السالفة. ايوه بعد الصلاة يقول. بس انه هو تذكر في الركعة الثانية انه هو مو متوضي. هو لو ما خبركم خلاص كان سكيتي كان مو عارف. خبرنا الحمد لله صليت على السلامة. ليش تعلمت انت؟ الان يا ابو عمر يعيدون الصلاة. يلا عيدوا الصلاة الله يعينك. انا عدتها.